السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتكم نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من القضايا المصرية والنيل الأخبار، والبداية بالعناوين. غيره الروسي يتوافقان على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في قطاع غزة. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى سواحل إسرائيل، وطهران تعتبر واشنطن منخرطة عسكريا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. على هامش زيارته لبيجين، حضور منتدى الحزام والطريق نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع الصين لتطوير مطاري القاهرة والغردقة. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. البورصة المصرية تحقق أكبر مكاسبها اليومية في 2023، ومؤشرها يخترق مستوى 21 ألف نقطة لأول مرة. إلى تفاصيل نشرتنا. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة. توافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني بأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لا سيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الفلسطينية المتفق عليها. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وخلال الاتصال بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في غزة والجهود التي تقوم بها مصر، سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لأهالي قطاع غزة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة. وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على ضرورة خفض التصعيد ورفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلا عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية. وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية. وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني. وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد
فضلا عن رفض تعريض المدنيين سات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26,000 سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار. وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أكد وزير الخارجية سامح شكري تكثيف مصر لاتصالاتها على المستويات كافة لخفض التصعيد في قطاع غزة. وجدد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا على رفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو من خلال سياسة التهجير. في ضوء التحركات المكثفة والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة، استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بمقر الخارجية بالقاهرة. تشرفت الوزيرة كولونا صباح اليوم بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، حيث استمعت معالي الوزيرة لرؤية سيادته وتقييم للوضع الحالي، لا سيما خطورة تزايد التداعيات الإنسانية على المدنيين وضرورة حشد الجهد الدولي لاحتواء التصعيد الراهن، وهو ما يتم التنسيق والتشاور المستمر بشأنه بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي ماكرون على مدار الفترة الماضية. وعقب المباحثات عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا أكد خلاله الوزير شكري أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة. وأكدت على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة. لقد أجريت مشاورات عديدة، وما استنتجته وأقول هذا وأنا أزن كلماتي هو أن الوضع خطير، وضع جدي ووضع خطير، وأمام الدوامة التي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال وربما إلى زعزعة استقرار المنطقة. من جانبها أكدت الوزيرة الفرنسية تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، واصفة
الوضع بالخطير وهو ما يهدد أمن المنطقة. المساعدة الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة، لأنه من المرفوض تماما أن نترك رجال ونساء وأطفال غير مسؤولين عن أعمال حماس يعانون من هذا الوضع. لا يجب أن نخلط بين حماس ومجمل الشعب الفلسطيني. يجب حماية المدنيين، يجب سد احتياجاتهم الأساسية. اتفقنا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة وفتح أفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة الآلاف المدنيين للخطر. وشددت المسؤولة الفرنسية أن السلام هو ما يضمن الأمن المستدام للجميع، لافتة أن بلادها ستخصص 10 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها الحثيثة، فما بين الاتصالات واللقاءات المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد العسكري ووقف استهداف المدنيين، مع توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ بضرورة الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن يسهم لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في خفض التصعيد الإسرائيلي، وأيضا مع التأكيد على رفض عملية تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي؟ تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أنا بعتقد أنه منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر ومصر لم تتوانى ولم يعني تبخل بأي مجهود يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع واحتواء يعني موجة التصعيد والعنف التي يعني تجاوزت كل حدود رد الفعل والدفاع عن النفس، كما ذكر السيد الرئيس هذا في لقاء مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفي حواره مع وزيرة الخارجية الفرنسية منذ اندلاع الأزمة، وتوالت الاتصالات وتوالت اللقاءات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات المصرية تلقوا أكثر من 20 اتصال دولي ولقاءات متعددة مع مسؤولين ووزراء خارجية لدول الصف الأول في العالم في محاولة لإيجاد سبيل لتهدئة الأوضاع وعدم تفجر المنطقة بشكل كبير بسبب تدخل أو اتساع رقعة الصراع. وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني لقاء وزيرة الخارجية سيسهم في توضيح الرؤية المصرية التي أنا بعتقد أنه هناك مراجعة للرؤية الفرنسية يمكن بعد لقاءها في منطقة الشرق الأوسط بعدد من القيادات ومنها السيد الرئيس ووزير الخارجية المصري، واللي أكدوا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية وفيما يخص يعني موجة العنف والعدوان الإسرائيلي وقصف المدنيين في غزة. مصر كانت يعني لديها ثوابت حقيقية في أن يعني مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو إيجاد حل للقضية الفلسطينية ومسألة يعني أن تكون هناك دولتين، دولة فلسطينية قادرة على العيش بسلام في حدود آمنة على حدود ما قبل 5 يونيو 67، وهي الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية على الدوام مع يعني المجموعة العربية. كان هناك تأكيد على هذا الموضوع، وأن السيد الرئيس يعني بدأ يطرح مسألة أن تكون هناك يعني مشاورات لبدء يعني مؤتمر دولي لبحث سبل دفع عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. كمان أكد على أنه يجب ألا نساعد إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير أو بالنزوح لأهالي الفلسطينيين من أراضيهم وتحميل الأطراف أو الدول الجوار مسؤولية ذلك،
ويعني شدد على مسألة حماية المدنيين من القصف الإسرائيلي الذي تجاوز كل حدود رد الفعل ومسائل الدفاع عن النفس. ولكن أنا بعتقد رغم تفهم وزيرة الخارجية الفرنسية لخطورة الأوضاع وهي ما ذكرته تحديدا لأنها بعد هذه الجولة وهذه اللقاءات أدركت بنفسها أن الأوضاع خطيرة بالفعل ومن الممكن أن تتوسع دائرة العنف وتنفجر المنطقة بالكامل وبالتالي سيؤثر على استقرار المنطقة والعالم أجمع. أنا بعتقد أنه الوزيرة الفرنسية إن كان هناك عدد من القناعات التي تبنتها بعد الاطلاع على الرؤية المصرية وعلى ثوابت الدولة المصرية التي شدد عليها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية إلا أنها ما زالت هناك يعني تقتنع أن إسرائيل حق الدفاع عن النفس ولكن في حدود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يحمل المدنيين. كمان هي شددت على موضوع ألا تكون حماس تستطيع أن تأخذ المدنيين رهينة وتمنع خروجهم الامن من المعابر. انا بعتقد انها يعني ده علامه استفهام كبيره بعد كافه اللقاءات وكافه المشاورات الا انها مدفوعه في هذا الامر بوجود عشرات من الفرنسيين في داخل قطاع غزه كانوا يعملون في المعهد الفرنسي. نعم. وبالتالي هي تبحث عن حماية أرواح الفرنسيين خاصة أن القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى كان فيهم فرنسيين وأعتقد كمان أن الأسرى بينهم فرنسيين من مزدوج الجنسية وبالتالي يعني أتت الوزيرة للمنطقة لبحث سبل التهدئة وسبل منع يعني توسيع الصراع ووعدت بمساعدات قيمتها 10 مليون دولار وهو يعني وإن كان يعني بداية الغيث قطرة لأنه يعني يعتبر تراجع ومراجعة حقيقية للموقف الفرنسي عن بداية الأزمة الذي دعم إسرائيل بشكل كبير تماشيا مع الرؤية والرواية الإسرائيلية في بداية الأزمة في 7 أكتوبر ويعني تماشيا مع الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي لإسرائيل في هذه المرحلة. أنا بعتقد أنه يعني الزيارات واللقاءات للمسؤولين الأجانب في المنطقة العربية ولقاءاتهم مع السادة المسؤولين في المنطقة وعلى رأسهم الدولة المصرية هي ذكرت تحديدا أن احنا أتينا لمصر لمكانتها ولأهميتها ولقدرتها على تملك عدد من مفاتيح حل الصراع وقدرتها على التواصل مع كافة أطراف الصراع. أنا بعتقد أن هناك تقدير كبير من الجانب الفرنسي للدولة المصرية ولما يقوم به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أنها ذكرت أن هناك دعم دائم من فرنسا للدولة المصرية بكافة المنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية. وأيضا يعني نؤكد على ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة مع رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي. دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره السوري فيصل المقداد حول التصعيد الجاري في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك. وأكد شكري أن نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن. كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من نظيره الصيني وانغ يي حول الوضع المتأزم في قطاع غزة وسبل تنسيق جهود التهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني داخل القطاع. كما استعرض شكري الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا اتفاق على هدنة إنسانية حاليا في جنوب غزة مقابل إخراج أجانب. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الأسرى لدى حماس يبلغ 199 شخصا، وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى 2808 شهداء و 10850 جريحا. لليوم العاشر يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، ففي حملة وصفت بالأعنف منذ بدء القصف استهدفت الضربات الجوية على وجه الخصوص مناطق محيطة باثنين من المستشفيات الرئيسية في مدينة غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه من المتوقع أن تكفي احتياطات الوقود في جميع المستشفيات في أنحاء قطاع غزة حوالي 24 ساعة أخرى فحسب، مما يعرض آلاف المرضى للخطر. إسرائيل حثت سكان غزة على الاتجاه نحو الجنوب، وهو ما فعلته مئات الآلاف بالفعل في القطاع المحاصر الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، فيما فضل الآلاف البقاء في منازلهم ومواجهة خطر الموت لعدم وجود مناطق آمنة يلجؤون إليها في القطاع المحاصر. وأكد بعض الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا أنهم عائدون إلى الشمال لأنهم يتعرضون للهجوم أينما ذهبوا. وفيما تتزايد أعداد الشهداء والمصابين، أكد فريق الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة. في ظل ترقب اجتياح بري وحشي، قال الرئيس جو بايدن إن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل خطأ فادحا، مضيفا أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري. تأتي الاعتداءات الإسرائيلية لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل حصار خانق يمنع دخول الوقود والغذاء والمياه وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة سوف تستغرق وقتا، وحذر إيران وحزب الله خلال كلمته أمام الكنيسة الإسرائيلي من اختبار إسرائيل على حدودها الشمالية على حد تعبيره. وكان قصف صاروخي قد استهدف مدينتي تل أبيب والقدس تزامنا مع انعقاد جلسة الكنيسة التي شهدت في وقت لاحق تعليقا مع إخلاء المبنى. أكدت حركة حماس أن إسرائيل لم تستأنف إمدادات المياه لغزة، ما يدفع السكان لشرب مياه غير صالحة للشرب. ويشهد قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة كارثة إنسانية غير مسبوقة، فيما اعتبره المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا نكبة على غرار نكبة عام 1948. كارثة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي في ظل حصار مشدد. كل قصة تخرج من غزة تدور حول البقاء واليأس والخسارة وقتل آلاف الأشخاص بينهم أطفال ونساء، حتى إن أكياس الجثث تنفذ من غزة الآن. عائلات بأكملها تم القضاء عليها. وما بين القصف والحصار يواصل فلسطيني غزة صمودهم وسط ظروف إنسانية بالغة الخطورة بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والكهرباء. إنما أتحدث إليكم تنفذ المياه والكهرباء من غزة، والحقيقة أن غزة تخنق، ويبدو أن الحرب الآن فقدت إنسانيتها. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيث حذر من العواقب الوخيمة على القطاع مع نفاذ كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، محذرا من هلاك الآلاف. الأوضاع الكارثية اضطرت ما يقرب من مليون فلسطيني للنزوح عن منازلهم في القطاع وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وسط ترقب لاجتياح بري إسرائيلي للقطاع. وتتعالى تحذيرات المنظمات الإغاثة الدولية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي من تداعيات هذا الاجتياح على المدنيين، مؤكدين أنه سيفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتوفير الحماية للمدنيين ومنع تهجيرهم. المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم. مطلوب من الأمم المتحدة على الأقل حماية موظفيها، حيث قتل أكثر من 30 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كما نحذر من استمرار مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان هنا واستهداف التجمعات البدوية، لأن هذا مجزرة بحق الأرض والإنسان أيضا. يتابع مجلس الوزراء عن كثب. طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بغداد بوقف العمليات العسكرية فورا في قطاع غزة مع دخول الحرب التي أوقعت آلاف القتلى في يومها العاشر. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في العاصمة العراقية بغداد. التهجير القسري للسكان هو جريمة حرب، وقد كتبت بذلك إلى أمين عام الأمم المتحدة. وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين هو أيضا جريمة حرب، والعقاب الجماعي هو ثالثا جريمة حرب. هذه هي مبادئ القانون الإنساني الدولي كما نعرفها، وأثق أنكم أكثر البشر معرفة بها. إننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فورا وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية وإنقاذ الجرحى بعد أن انهار القطاع الصحي تقريبا في القطاع الذي يتعرض للقصف كل دقيقة. من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، فإن مجلس وزراء العدل العرب يؤكد دعمه للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية وأهمية العمل على تفعيلها، مثمنا صمود الشعب الفلسطيني في غزة وتمسكه بأرضه أمام محاولات التهجير القسري واحتلال وطنه وتصفية قضيته. وفي ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا نؤكد على دعمنا للقرارات الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية وأهمية العمل على تفعيلها، ونثمن صمود أشقائنا في غزة وتمسكهم بأرضهم أمام محاولات التهجير القسري واحتلال وطنهم وتصفية قضيتهم، ونقدم مواساتنا الصادقة لشعوبنا في المغرب وليبيا والعراق لما أصابهم من ملمات اهتزت لها الإنسانية في كل مكان. أصحاب المعالي والسعادة، بعد هذه الإشارة السريعة لبعض الموضوعات المهمة التي تضمنها جدول أعمال مجلسنا الموقر وما يطلع به من مهام في مجال العمل العربي المشترك، والذي يعد وبحق تجسيدا مؤسسيا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ومكاني يعكس عمق الروابط بين الدول العربية وأهمية التمسك بها في ظل عالم يموج بالمتغيرات ويشهد كثيرا من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف والاتفاقيات الدولية، مما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا لحماية مصالحنا المشتركة والحفاظ على أمننا القومي. اتهمت إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري فعليا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى قبالة سواحل إسرائيل في البحر المتوسط. لم يكن وصول جيرالد فورد حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة إلى سواحل إسرائيل حدثا عاديا للأطراف الإقليمية المتربصة بها، فالحاملة ضيف ثقيل في المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حلبة الصراع الساخنة في قطاع غزة. يبلغ طول حاملة الطائرات الأمريكية أكثر من 300 متر وعرضها نحو 78 مترا وارتفاعها 76 مترا، 40 منها تحت الماء، أما سرعتها فأكثر من 30 عقدة لتقطع بذلك ما يزيد على 54 كيلو مترا في الساعة. تعمل جيرالد فورد بمفاعلين نوويين مما يوفر لها قدرة هائلة تفوق بنحو 3 أضعاف مثيلتها من حاملة الطائرات، ومن شأن هذه القوة في تشغيل منح حاملة الطائرات القدرة على الإبحار مدى غير محدود من الكيلومترات.
تتمتع حاملة الطائرات جيرالد فورد بالقدرة على نقل 75 طائرة حربية مختلفة الطرازات بحمولة لا تقل عن 100,000 طن، كما تتمتع بأنظمة صاروخية مضادة للسفن والطائرات وثلاث منصات إطلاق للطائرات. ومنذ تدشين حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في عام 2013 خضعت إلى عمليات تحديث متعددة لزيادة معدلات إقلاع وهبوط الطائرات وزيادة قدرة ما تحمله من أنظمة رادار. يبلغ طاقم جيرالد فورد أكثر من 4,000 فرد لتشغيل الحاملة وصيانة ما تحمله من طائرات، ويعتبر طيارها من أفضل الطيارين الأمريكيين لما يتمتعون به من كفاءة في التعامل إقلاعا وهبوطا في أشد الظروف الجوية سوءا. وبلغت تكلفة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد 13 مليار دولار، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس جيرالد فورد الرئيس 38 للولايات المتحدة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية في ظل الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. جاء ذلك في غضون ذلك أعلنت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان يونيفيل أن مقرها العام في النقورة أصيب بصاروخ دون تحديد مصدره. بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية في ظل الحرب مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجلاء سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في قطاع بعمق كيلومترين من الحدود اللبنانية إلى أماكن إقامة تمولها الحكومة الإسرائيلية. جيش الاحتلال قال إن هذه الخطوة تشمل آلاف الأشخاص الذين يعيشون في 28 مستوطنة وتجمعا سكنيا، وغادر عدد كبير من سكان المنطقة بعدما أدى إطلاق النار المتكرر عبر الحدود في الأيام الأخيرة إلى مقتل أشخاص على جانبي الحدود، وخشي من توسع التصعيد في غزة ليطال الجبهة الشمالية للاحتلال الإسرائيلي. كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أعلن أن تل أبيب ليس لديها مصلحة في دخول حرب في الشمال ولا تريد تصعيد الوضع، كما حذر حزب الله من أنه سيدفع ثمنا باهظا إذا ما اختار طريق الحرب. وتصاعدت مساء الأحد حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود المشتركة بقطاعتها الغربية والأوسطية والشرقية، وأعلن الجانب اللبناني عن استهداف عدد من المراكز العسكرية لجيش الاحتلال وثلاث دبابات من طراز ميركافا وناقلة جنود، موضحا سقوط عدد من المصابين والقتلى جراء القصف. جيش الاحتلال من جانبه قام بقصف مكثف على مناطق في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، كما قامت طائرات مسيرة باستهداف عدة بلدات لبنانية على الحدود الجنوبية. نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المنعقد في بيجين في الفترة من 17 وحتى 18 من أكتوبر الجاري تحت شعار التعاون عالي الجودة للحزام والطريق من أجل التنمية المشتركة والازدهار. وقد وصل رئيس الوزراء إلى بيجين اليوم، حيث من المقرر أن يلقي كلمة إبان فعالية اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى. أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أمله في الانتهاء من مشروع أبراج العالمين الجديدة الذي تتولى الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تنفيذه في أسرع وقت. جاء ذلك خلال اللقاء لمدبولي مع مسؤولي الشركة الصينية، حيث أكد رئيس الوزراء أنه زار مشروع الأبراج الصينية منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وتابع ما يتم من جهود ليكون هذا المشروع أيقونة للتعاون المصري الصيني في هذا القطاع. وعلى هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة
بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى. كما شهد مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري آخر بشأن مشروع تشييد هانجر 900 بمطار القاهرة الدولي بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية. كذلك شهد رئيس الوزراء مراسم اتفاق إطاري بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ذلك يهدف وهذا القانون يهدف إلى تمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من مبادرة إعفاء السيارات من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية. بناء على طلبات عديدة من المصريين المقيمين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لهم ولأسرهم، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون بتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء السيارات من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية مساو لقيمة الرسوم والضرائب المستحقة وفقا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع هذا القانون إضافة فترة مدتها 3 أشهر للاستفادة من القانون، ويجوز مد هذه الفترة لمرة واحدة ممثلة بقرار من مجلس الوزراء. المجلس وافق كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 82 في شأن سجل المستوردين. ويأتي مشروع هذا القانون على خلفية التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%. أجاز مشروع القانون قيد هؤلاء في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات ويجوز مدها لمدة واحدة فقط. المجلس النواب محمود إسماعيل النيل. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدئية لطالب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024. وزارة الداخلية تشارك ذوي الهمم الاهتمام باليوم العالمي للمكفوفين. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالب الترشح على مدى يومي غد وبعد غد. جاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة بطلبات الترشح على النحو التالي: السيد عبد الفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب 130,105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات. السيد فريد زهران الذي قدم 30 تزكية نيابية، وعبد السند يمامة الذي قدم 27 تزكية نيابية، حازم عمر الذي قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68,071 نموذج تأييد. هذا بينما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القائمة المبدئية للمرشحين، وكذلك صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة ذوي الهمم، وذلك استمرارا للتيسيرات التي تقدم لهم في المواقع الشرطية كافة وبخاصة الخدمية منها. دائما ما تقدم وزارة الداخلية الدعم لأصحاب الهمم في كل المناسبات ومشاركتهم كافة الاحتفالات. من هذا المنطلق شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت كافة قطاعات الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة بتقديم الدعم والمساعدة والتيسيرات لهم ومنحهم هدايا أدخلت الفرحة في نفوسهم. أنا موجود في وسط الخليلي وحظ الحلو اكون بينكم وليا وجود. احتفالية جميلة جدا بتنظمها وزارة الداخلية على مدار كام سنة فاتت، ودي انطلاق من بدر سيادة الرئيس رفقاء قادرون باختلاف اللي أوصى فيها بأن يكون في تعامل مع ذوي الهمم. اليوم ده بيبقى بمثابة عيد بالنسبة لهم لأنهم بيرجعوا منه مبسوطين جدا، فأنا سعيدة النهاردة بتواجدي معاهم وشكرا لوزارة الداخلية. شكرا. سعيد إن أنا جيت هنا النهاردة وجيت هنا عشان أتفسح في المكان الجميل دوت. أنا مبسوط جدا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم المكفوفين وخدونا في جولة نيلية وأنا اتبسطت جدا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكم. تنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات لمدارس المكفوفين بمختلف المحافظات ودور رعاية الأيتام المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء التي تمثل قيمة كبيرة لهم، فهي عيونهم التي يشاهدون بها ودلالة على الاعتماد على أنفسهم. بنشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي سلمته لنا النهارده،
وده دليل لخدمات الشرطة عن طريق برايل عشان يساعد الولاد لمعرفة أي حاجة هم محتاجينها من خدمات الشرطة، ودايما هم راعين ليهم ودايما سباقين بالخير لذوي الإعاقة. حابة أشكر رجال الشرطة على كل اللي بيقدموا لينا من هدايا وحفلات وغيره من الحاجات دي كتير، ودايما مسلطين الضوء علينا إحنا كذوي إعاقة بصرية. وأنا مبسوط جدا جدا إن هم جم هنا المدرسة، واحب اقول لهم شكرا لكم. هذا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، انا الغنوه اللي تسمعها ومش محتاج عشانها وداك نبني عزيمة. وقام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين بزيارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم. أنا سعيد جدا جدا إن أنا في هذا الملتقى بنبقى حاسين ان احنا لدينا اهتمام، لدينا اهتمامات بيتم تلبيتها. سعداء جدا ان وزارة الداخلية كمان بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية في الاحتواء والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الداخلية سباقة من الوزارات الأولى اللي هي بتشارك ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا بالتكاتف كل الجهات المعنية. النهاردة وزارة الداخلية لها دور كبير في هذا الإطار، دور عظيم، دور ريادي بنفخر به. هي دي الدولة المصرية الكبيرة التي نحلم بها جميعا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة. هكذا تعمل وزارة الداخلية باستمرار على تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الهمم في كافة المواقع الشرطية ومشاركتهم لاحتفالات المختلفة في إطار من احترام حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية بدأ قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية اعتبارا من يوم السبت المقبل. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري وتعلن عن بدء تلقي طلبات آداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية. التقديم اعتبارا من السبت 21 من أكتوبر 2023 حتى الاثنين 6 من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع محمود يوسف. We'll be right back.
أخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة، أهلا بكم. عززت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في نهاية التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية، بينما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 61 مليار جنيه ليصل إلى 1,445,000,000 جنيه مليار جنيه عفوا، بعد تعاملات كلية بلغت قرابة 14.2 مليار جنيه. قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 3.48%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.5%، وطالت ارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.37%. نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إصدار سندات دولية باندا مستدامة بسوق المال الصينية التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدار السندات الدولارية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. افتتح وزير الاتصالات عمرو طلعت مكتب بريد مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد الخدمة من داخل السيارة، حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية. وأكد الوزير أن هذا النموذج يعد الأول من نوعه في مصر، الذي يتيح للمواطن دخول مكتب البريد بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو في السيارة، مشيرا إلى أن المكتب يقدم الخدمات البريدية والمالية وكذلك الخدمات الحكومية التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية مثل السجل المدني أو الحصول على شهادة المخالفات. بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين مشاركتها في مبادرة تخفيض الأسعار بـ40 سلعة مخفضة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة دكتور أحمد كمال أن التخفيضات تصل إلى 30%. أظهرت وثيقة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادي بالمملكة عين بنوكا لترتيب إصداره الأول من سندات إسلامية مقاومة بالدولار، وعين الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 778 مليار دولار بنوك سيتي بانك و HSBC وجي بي مورغان وستاندرد شارترد منسقين عالميين مشتركين. وأظهرت الوثيقة أنه سيعقب ذلك إصدار سكوك على شريحتين لإصدار 5 سنوات ولأجل 10 سنوات، وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو وبكين تعملان على مشروعين جديدين لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، حيث تم توقيع اتفاقية حول مسار الشرق الأقصى، ويجرى العمل على مد مسار آخر عبر منغوليا وهو قوة سيبيريا 2. وتوقع بوتين عشية زيارته للصين أن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأشاد بوتين بالعلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي خاصة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن صادرات الفحم والكهرباء آخذة في الارتفاع. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع رشا عبد الرحمن. أهلا بكم من جديد. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وذلك في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى أيضا شمال الصعيد. سيكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. هناك أيضا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف. اتجاه الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر فمعتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه رياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في الأحوال الجوية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام الثلاثة القادمة نبدأها تحديدا من القاهرة العاصمة، ونبدأها بيوم الثلاثاء. الثلاثاء 21-29، الأربعاء 22-29، الخميس 22-28. ونتحول إلى مدينة شرم الشيخ، ونبدأ أيضا من يوم الثلاثاء 23-32، الأربعاء 23-32، الخميس 23-31. وأخيرا مدينة الأقصر، ونبدأ أيضا من يوم الثلاثاء 19-33، الأربعاء 20-33، الخميس 20-34. وإليكم الآن بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف محافظات الجمهورية. نبدأها من القاهرة 21-29، الإسكندرية 20-27، دمياط 21-28، بورسعيد 22-28، العريش 20-28، رفح 21-27، الإسماعيلية 20-30، السويس 20-29. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يتوافقان على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة إلى قطاع غزة. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى سواحل إسرائيل، وطهران تعتبر واشنطن منخرطة عسكريا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. على هامش زيارته لبجين لحضور منتدى الحزام والطريق نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع الصين لتطوير مطاري القاهرة والغردقة. وللمزيد دائما مسبيرو دوت إيجي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.